مردود الإخوة أبناء الشهداء وأبناء المجاهدين، السيد ممثل مدير جامعة البشير الإبراهيمي. قمنا بتنظيم هذا اليوم تقني دراسي حول التقنيات الصحيحة والممارسات الصحيحة لزراعة الحبوب. سطرنا أهداف مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في عقود النجاعة ب 64 ألف هكتار اللي راح نقوم بعملية الحرث تاعها. نحولوا من الزراعة المطارية، لازم نحولوها لزراعة حديثة. الزراعة الحديثة هذه تعتمد على السقي التكميلي، السقي التكميلي للحبوب. صبت المطر الله يبارك، الحقل تاعي راهو الحمد لله، ما صبتش كما يقول لك تكون عندي الماء اللي نلجأ لعملية السقي التكميلي. ولاية برج بعرالج نقدر نقسمها لجزئين، منطقة جنوبية ومنطقة شمالية. منطقة جنوبية من الأفضل نلجؤ لزراعة الشعير وبدرجة أقل القمح اللين، لأنه احتياجاته من الماء أقل بكثير من القمح الصلب اللي نخليوه في المناطق اللي تعرف تساقط الأمطار وعندهم إمكانيات للسقي التكميلي للحبوب.